بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 81. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في لقائنا السابق في حديثه عن كتاب البيع، وقفنا عند قوله: ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اشترطوا لصحة البيع 7 شروط. الشرط الأول التراضي من الطرفين، البايع والمشتري، بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. فلا يصح البيع من المكره عليه بغير حق، لأنه غير راضي بذلك. أما إذا كان إكراهه بحق فإن البيع صحيح ولو لم يرضى، كما لو كان عليه ديون للناس واستدعى الأمر أن يبيع شيئا من ماله لسداد دينه، وطالبه الغرماء فأبى أن يبيع، فإن الحاكم يتدخل ويجبره على البيع، ولأن هذا إكراه بحق لأجل سداد ديونه. فإن أبى فإن الحاكم يبيع عليه، الحاكم يبيع من ماله ويسدد ديونه، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع، فهذا إكراه بحق ويصح البيع فيه. نعم. وأن يكون العاقد جائز التصرف. الشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البايع أو المشتري جائز التصرف، فلا يصح من غير جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي. نعم. فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. لا يصح تصرف الصبي لأنه ليس من أهل البيع، لقصوره وعدم إدراكه. والله جل وعلا يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فمنع السفيه من التصرف في ماله حفاظا عليه، وكذلك الصبي. الله سبحانه وتعالى أمر بالقوامة على الصبي حتى يبلغ، وذلك بحفظ ماله له وتوفيره له حتى يبلغ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فدل على أنهم قبل البلوغ والرشد أن أموالهم تحت رقابة غيرهم. إلا إذا أذن الولي، إذا أذن الولي للصبي عند مراهقة بالتصرف من أجل اختباره، فإن بيعه وشراءه يصح من أجل الاختبار. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستهم منهم رشدا. ولا يعرف رشدهم إلا بامتحانهم. وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم، فإذا بلغوا النكاح يعني قاربوا البلوغ
فامتحنوهم بالبيع والشراء، فإن وجدتم منهم رشدا وسدادا فادفعوا إليهم أموالهم عند البلوغ. نعم. والسفيه أيضا لا يمكن من البيع والشراء، والسفيه هو خفيف العقل ولو كان كبيرا ولو كان بالغا وعنده سفه يبذر الأموال ويفسدها ولا يحسن البيع والشراء، فإنه يحجر عليه ويمنع ولا يصح. لو باع واشترى ما صح بيعه ولا شراؤه، لأنه محجور عليه لحظه. هذا هو السفيه. نعم. هل هناك حد واضح لتعريف السفيه شيخ، والحكم على أحد بالسفه في البيع والشراء؟ السفيه هو الذي لا يحسن التعامل ويضيع ماله، ويمكن أن يتلاعب به الناس ويأخذون أمواله بطريق المعاملات غير الصحيحة. نعم. قال وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. هذا الشرط الثالث من شروط صحة البيع، أن تكون السلعة المبيعة أو الثمن أيضا مباحة النفع. فإن كانت محرمة النفع، إن كانت لا نفع فيها، إن كانت لا نفع فيها أصلا مثل التراب مثل الحشرات، فإنه لا يجوز بيعها لعدم النفع فيها. أو كان فيها نفع لكنه غير مباح، كالخمر والخنزير مما هو محرم النفع، فإنه لا يصح بيعه. من غير حاجة، فإن كان يباح نفعه عند الحاجة فقط ويحرم عند عدم الحاجة، يحرم الانتفاع به عند عدم الحاجة، فإنه أيضا لا يجوز بيعه. وذلك مثل الكلب، فإن الكلب يحرم اقتناؤه ولكن يباح عند الحاجة إليه للحراسة أو للصيد، للحراسة أو للصيد، فيباح اقتناء الكلب والانتفاع به في هذه الحاجة، ولكن هذا الانتفاع المحدود لا يجيز بيع الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، فلا يجوز بيع الكلب وإن كان يباح نفعه عند الحاجة. إذن يشترط في المبيع أن يكون مباح النفع دائما، مباح النفع دائما لا عند الحاجة فقط، لا عند الحاجة فقط كالكلب. نعم، أن تكون العين مباحة النفع دائما من غير حاجة، مباحة النفع دائما، يعني قوله من غير حاجة يعني دائما، إن مباحة النفع دائما لا وقت الحاجة فقط، مثل الكلب. نعم. فإنه يباح نفعه عند الحاجة فقط. نعم. هذا لا يجيز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب في الحديث الصحيح. وكذلك ما يباح نفعه عند الضرورة فقط لا يجوز بيعه أيضا، مثل الميتة، الله أباح أكل الميتة عند الضرورة فلا يجوز بيع لحمها، وقال يمكن الناس يحتاجوا له ويضطروا له، ما يجوز هذا، لأن هذا إنما أبيح عند الضرورة فقط. نعم. قال كالبغي، إذن يشترط في العين المبيعة أن تكون مما ينتفع به لا مما لا نفع فيه، هذا هو شرط. الشرط الثاني أن يكون الانتفاع بها مباحا دائما، لا يكون الانتفاع مباحا وقت حاجة فقط. ثالثا أن يكون الانتفاع بها في غير حالة الضرورة. نعم. قال كالبغل والحمار ودود القز وبزره نعم، هذه الأشياء التي يباح نفعها مطلقا من غير تقييد بحاجة أو ضرورة، كالبغل وهو ما تولد بين الحمار والفرس،
والحمار الأهلي، لأن المسلمين يستعملونه من غير نكير ويبيعونه في الأسواق من غير نكير. قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ودود القز وهو الحشرات التي يخرج منها أسلاك الحرير، وهو أجود أنواع الحرير. وبزره يعني أولاده الصغار، بزر دود القز أولاده الصغار، لأنه يكبر فيستخرج منه الحرير. نعم. والفيل كذلك يجوز بيع الفيل، نعم، لأنه يباح الانتفاع به مطلقا من غير حاجة ولا ضرورة لحمل الأثقال. قال: والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. ومما يجوز بيعه الفيل، لأنه يباح نفعه من غير حاجة ولا ضرورة، وذلك لحمل الأثقال. وكذلك سباع البهائم التي تصلح للصيد، وهي ما يسمى بالجوارح، كالصقور والفهود، فيجوز بيعها لأنها يباح نفعها مطلقا من غير حاجة ولا ضرورة، إلا الكلب منها. كلب الصيد لا يجوز بيعه كما سبق، نعم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. نعم. إلا الكلب والحشرات والمصحف. الحشرات لا يجوز بيع الحشرات لأنها غير متمولة، غير مال، فلا يجوز بيعها، كالخنافس والجعلان والصراصر وغير ذلك، لأنها ليس لها مالية وليس لها قيمة وليس فيها نفع. الضفادع داخلة في الحشرات يا شيخ؟ والضفادع نعم. فمن يبيعها ويأكلها ويشتري؟ من هي عن ذبحها؟ من هي عن ذبح الضفادع؟ وما نهي عن ذبحه فإنه محرم أكله ولا نفع فيها أيضا. والمصحف القرآن الكريم اختلف العلماء، فمنهم من منع بيعه لأنه ليس بمال، لأنه ليس بمال ولا يقصد به المال. وبعض العلماء يرى أنه يجوز بيعه لأنه لا يمكن الحصول عليه ولا يمكن تداول المصحف إلا بالبيع، فيجوز بيعه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. والميتة لا يجوز بيعها لأنها محرمة النفع ولا تباح إلا عند الضرورة. نعم. والسرجين النجس. والسرجين النجس وهو السماد النجس العين، مثل روث الحمير ورجيع الآدميين، لا يجوز بيعه لأنه نجس العين فثمنه حرام. أما السرجين المتنجس وهو الذي أصله طاهر، مثل روث بهيمة الأنعام، هذا أصله طاهر ويباح الانتفاع به، لكن أصابه نجاسة، هذا يجوز بيعه لأنه ليس بنجس وإن كان متنجسا. نعم. والأدهان النجسة. الأدهان النجسة مثل شحوم الميتة وودك الميتة، هذه لا يجوز بيعها لأنها محرمة النفع. نعم. ولا المتنجسة. ولا الأدهان المتنجسة التي أصلها طاهر لكن وقع فيها نجاسة ولا يمكن إزالة هذه النجاسة، فإنها أيضا لا يجوز بيعها لسريان النجاسة فيها. نعم. ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. يجوز الاستصباح بالأدهان النجسة والمتنجسة، وهو الودك من الميتة مثلا الذي يجعل في السراج، والذي يجعل في السراج يجعل فيه فتيل ثم يشعل بالنار ويستصبح بها الناس في ظلام الليل في غير المسجد، فلا يستصبح بهذه الأدهان النجسة أو المتنجسة في المسجد، لأن دخانها يتصاعد، دخان النجاسة يتصاعد في المسجد، فيمنع استعمالها في المسجد ويباح استعمالها في غير المسجد. نعم.
قال وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. هذا الشرط الرابع، أن يكون البيع وقع من مالك للمبيع، فيكون البائع مالكا للسلعة ويكون المشتري مالكا للثمن، أو يكون كل منهما مأذونا له في البيع أو الشراء، يعني بأن يكون وكيلا عن غيره. ولهذا قال أو من يقوم مقامه، وهو الوكيل، وكيل البائع أو وكيل المشتري. فإن كان البائع غير مالك للسلعة أو المشتري غير مالك للثمن فإن البيع لا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. نعم. قال فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. هذه مسألة تسمى مسألة بيع الفضولي. إذا إنسان باع ملك غيره أو اشترى له بعين ماله بلا إذنه لم يصح، لأنه لم يوكل، ولذلك سمي بالفضولي. نعم. وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة. أما إذا اشترى له في ذمته ولم يسلم نقود من اشترى له، وإنما اشترى له في ذمته دينا في ذمته ولم يسمه في العقد، لم يقل اشتريت هذا الشيء لفلان، ولا وأجازه من اشتري له، فإنه يصح تصرفه بهذه الشروط الثلاثة: أن يشتري الفضولي في ذمته لا في مال غيره، وأن لا يسميه في العقد بل يكون ظاهر العقد أنه له هو. نعم. وأن يجيزه من اشترى له. ففي هذه الأمور الثلاثة يصح تصرف الفضولي. فإن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة فإن هذه السلعة تكون للفضولي، لأنه شراها في ذمته ولم يذكر أنه اشتراها لغيره فتلزمه ويكون الملك له. والدليل على جواز تصرف الفضولي في مثل هذه الأحوال الثلاث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي أن يشتري له أضحية، وأعطاه درهما ليشتري به له أضحية، فذهب عروة رضي الله عنه واشترى أضحية بدرهم، ثم باعها بدرهمين، ثم اشترى بدرهم واحد أضحية، وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأضحية ودرهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه باع الأضحية الأولى بدرهمين واشترى الأضحية الثانية بدرهم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودرهم، أقره أجازه على ذلك. فهذا دليل على الإجازة، على أنها تصح، أن التصرف الفضولي يصح بالإجازة إذا توفرت فيه الشروط المذكورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال ولزم المشتري بعدمها ملكا، أي بعدم الإجازة، إذا لم يجز المشترى له تصرف الفضولي فإنه يلزم الفضولية ما اشتراه ويكون له ويطالب بثمنه. نعم. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة. نعم، لا يصح بيع غير المساكن من ما فتح عنوة، فتحه المسلمون عنوة في الجهاد في سبيل الله، لأنه أصبح وقفا مثل أرض الشام والعراق ومصر، لأن عمر رضي الله عنه أوقفها للمسلمين. نعم. يعني أما المساكن فيجوز بيعها، لأن المسلمين ما زالوا يتبايعون المساكن في أرض العنوة، وإنما الكلام في الأراضي البور والمزارع، هذه التي لا تباع. نعم. هذا الحكم ساري إلى الآن، يعني الآن المزارع في العراق والشام ومصر
لا يجري عليه البيع والشراء. هذا الأصل من حيث وضع عمر رضي الله عنه، ولكن حصل التغيير وحصل في أمور كثيرة والله المستعان. نعم. قال: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. يجوز تأجير الأراضي، لأنه سبق لنا أن من أخذ أرضا خراجية والتزم بدفع الخراج كل سنة أنه يمكن من ذلك. نعم. وله أن يؤجرها إلى غيره، لأنه لما ملك منفعتها جاز له أن يؤجرها لغيره بقية مدته. نعم. ولا يصح بيع نقع البئر. ولا يصح، هذا مما لا يجوز بيعه. سبق أنه لا يجوز بيع ما لا يملكه الإنسان، ولا يجوز بيع الأراضي الموقوفة وهي أراضي العنوة، كذلك لا يصح بيع نقع البئر وهو الماء المستقر في قاع البئر، لأن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. فالماء لا يملك إلا بحيازته، أما ما دام في مستقره وأصله من الأرض أو من الأنهار أو من الغدران فإنه مشترك للمسلمين، وهو لمن سبق إليه يأخذ حاجته ويترك الباقي للمسلمين. نعم. قال: ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك. كذلك لا يجوز أن يبيع على الناس ما أنبته المطر في أرضه من الكلأ وهو العشب. في أرضه يعني في أرض البائع؟ في أرض البائع، من كلأ أو عشب أو شوك، لأن هذا من الأمور المشتركة. لكن لو حاز الكلأ وأخذه جاز له بيعه، مثل الماء، لو حازه وأخذه في وعائه أو إناه جاز له بيعه. أما ما دام على أصوله وقد نبت من المطر ولم ينبت بسقيه وزرعه هو، فإنه كلأ لمن أخذه. وحيازته له بسياج؟ إذا حازه بسياج فلا يدخل في أرضه بغير إذنه، ما يدخل في أرضه بغير إذنه. نعم. وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء. من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مما يقدر على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه فإنه لا يتمكن من السيطرة عليه، فربما يتعذر الحصول عليه فيحصل بذلك أكل للمال بالباطل. ومثل المصنف رحمه الله لما لا يقدر على تسليمه، قال: لا يصح بيع الآبق وهو العبد الشارد عن سيده، لأنه لا يدرى هل يمكن حجزه ورده إلى سيده وتسليمه للمشتري أو لا، فالأمر مجهول وفيه غرر. وكذلك الشارد، الجمل الشارد لا يباع حالة شروده، لأنه لا يدرى هل يمكن العثور عليه والتمكن منه وتسليمه للمشتري أو لا يمكن. وكذلك لا يجوز بيع الطير حالة كونه يطير في الهواء، لأنه لا يدري هل يرجع أو لا يرجع، ففي بيعه في هذه الحالة غرر. وكذلك السمك في الماء الغزير لا يجوز بيعه، لأنه لا يدري هل يتمكن من الحصول عليه أو يذهب ولا يمكنه الحصول عليه. أما إن كان السمك في شيء محوز ويمكن أخذه فإنه لا بأس أن يبيعه، لأنه مقدور على تسليمه. نعم.
ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. ولا يجوز بيع المغصوب لأنه لا يتمكن من تسليمه للمشتري، والمغصوب هو المال الذي استولى عليه الغير، استولى عليه الغير بغير إذن صاحبه، استولى عليه بقوته وقهره ومنع صاحبه منه. فلا يجوز لمن غصب منه شيء أن يبيعه إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يبيعه من الذي غصبه لأنه عند الغاصب، فإذا اشتراه الغاصب ورضي بذلك المغصوب منه صح البيع لأنه مقدور على تسليمه لأنه عند المشتري. الصورة الثانية: إذا باعه على غير غاصبه لكن هذا الغير يقدر على أخذه من الغاصب، فإنه يصح لانتفاء الجهالة وانتفاء المانع. نعم. وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما، فلا يصح بيع الشيء المجهول والشيء الغائب الذي لا يعرف وصفه، لا بد أن يكون معلوما برؤية، يراه الإنسان، يرى الدابة، يرى السيارة، يرى البيت، يرى الثوب، أو صفة بأن يصفه له أوصافا تضبطه، أوصافا تضبطه له. فإذا وصفه بما يكفي في السلم، في دين السلم، فإنه يصح بيعه لأنه أصبح معلوما بالوصف أو معلوما بالرؤية. نعم. قال: فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله. فإن اشترى ما لم يره لم يصح لأنه بيع مجهول، أو كان قد رآه لكن جهله لكونه من وراء حائل أو كونه لم يتبين كله بتفاصيله وإنما رأى لمحة منه، فإن هذه الرؤية لا تكفي لأنها ناقصة ولا يصح معها البيع لوجود الجهالة. نعم. أو رآه وجهله. نعم. أو وصف له بما لا يكفي. نعم. سلما لم يصح. أو وصف له وصف غير ضابط للموصوف، صفة لا تكفي في دين السلم، لم يصح هذا البيع للجهالة. نعم. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. ومن الصور التي يكون فيها المبيع مجهولا ولا يصح أن يباع حمل في بطن، لأن الحمل في البطن مجهول، لا يعرف حقيقته ولا يعرف سلامته ولا يعرف نوعه، فلا يصح بيعه لأنه بيع مجهول وغرر. كذلك اللبن ما دام في الضرع فإنه لا يدرى عن نوعه وعن سلامته وعن كثرته وقلته وجودته ورداءته، فهو مجهول. فإن حلب اللبن وبرز جاز بيعه، أما ما دام في الضرع فإنه لا يجوز بيعه لأنه بيع مجهول. قال: منفردين، يعني بيع الحمل في البطن منفردا أو بيع اللبن في الضرع منفردا. أما لو باع الحمل في البطن مع الحامل، أو باع اللبن في الضرع مع الشاة أو الدابة، جاز ذلك لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يكون تابعا لمعلوم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. مستمعينا الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. تقبلوا في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني،
حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.